طيب خليني اروح بقى لبقيه اخبارنا. يعني هديكم الاخبار عناوين النهارده، مش هقدر ادخل في تفاصيل قوي عشان وقت حلقتنا. طبعا حضراتكم عارفين بعد ماتش امبارح اللعيبه جهاز فني ادى اللعيبه راحه لمده 48 ساعه، بعد كده يستأنفوا طبعا في برنامج مخصوص احنا عندنا وهنقف على مدار الايام اللي جايه. يعني انا بيتهيالي انه في علامات استفهام كتيره جدا بتربطنا بال 26 يوم اللي جايين، هنعمل ايه وازاي نحافظ على فرقتنا ونحافظ على المستوى الرائع اللي وصلت ليه الفرقه في فترة توقف طويلة جدا قبل ما نواجه إن شاء الله الزمالك أو الرجا في نهاية أفريقيا. كابتن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عبر طبعا عن سعادته بالتتويج باللقب، واتكلم الحقيقة إنه البطولة والمشوار كانت صعب جدا، يمكن في أوقات كتيرة جدا الجمهور ما كانش بيبقى حاسس بده لأنه الأهلي متسيد البطولة من بدايتها لغاية نهايتها وقادر يحقق أرقام كتيرة بتعبر عن جدارة الفرقة واستحقاقها بيفوز بطولة الدوري، واكد على انه تركيز اللعيبه كلها بشكل كامل دلوقتي منصب على الفوز ببطوله افريقيا. اطمنكم على الشحات بيعمل اشعه جديده على العضله الخلفيه عشان يتم تحديد موعد عودته للتدريبات مره ثانيه. الشحات اعتقد انه في المباريات الاخيره اثبت انه استعاد جزء كبير جدا من مستواه، وان شاء الله باذن الله القادم يكون ليه افضل ويكون جاهز ان شاء الله على ماتش نهائي افريقيا. نروح طيب خلينا نكتفي بالقدر ده ونروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم في السادسة مستمرة.